رحلت عن عالمنا أمس الفنانة الكبيرة شيرين سيف النصر عن عمر إنها 57 سنة. وفي آخر تسجيل صوتي لها كشفت الفنانة الراحلة تفاصيل سرقتها على يد صديقتها المقربة، وقالت شيرين سيف النصر: تعرفني من وأنا عندي 8 سنوات، كنت مأمناها جدا زي أختي، ومنحتها الأرقام السرية الخاصة بالخزنة، وكانت بتستلف مني الصيغة تلبسها لو رايحة سهرة ولا حاجة، أو عايزة فستان أو فرو بديهولها. وتبعت يوم الوقعة طلبت مني مفتاح الدريسنج روم عشان ترجع لها الشنطة اللي استعارتها، وفوجئت بيها تخرج من الغرفة وبتخبرني بأن الخزنة مفتوحة وأنها تعرضت للسرقة. قلت لها: مش ممكن، أكيد في حاجة غلط. المهم دخلت شفت الحاجة، لقيتني اتسرقت، كلمت مدير أعمالي وبلغنا المباحث بسرقة كل صيغتي، وأخدوا البصمات وفتشوا البيت كله يشوفوا لو حد رماها في أي حتة، وخدوها واكتشفوا إنها بتتعامل مع جوهرجية وادتهم بعض المصوغات عشان يقلدوها. وأشارت إلى أن المتهمة في البداية ادعت امتلاكها للمصوغات وواجهتها المباحث بكذبها، خاصة وإن شيرين بتملك صورا لكل مصوغاتها وقدمتها للمباحث، والجواهرجية اعترفوا بأنها طلبت منهم إنهم يقلدوا المصوغات. وأضافت شيرين سيف النصر: بتقول أي كلام وبتلخبط. وبعدين عيطت وقالت إنها فعلا سرقتني، لكن لسه ما اعترفتش بأماكن الحاجة. واختتمت شيرين سيف النصر بقولها: توبة إني أمنح أي شخص الأمان بعد كده، ومصوغاتي لما ترجع هيكون مكانها البنك، ما تثقوش في القريبين منكو. الله يرحمها. وتعالوا نشوف أسرار أعتقد ما تعرفوهاش عنها وعن زيجتها. 20 نوفمبر عام 1967 بالأردن لأب مصري من أصول شركسية وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية، تربطها صلة قرابة بالعائلة المالكة الأردنية، فجدتها لأمها حنان توقان هي والدة الملكة علياء توقان زوجة ملك الأردن السابق الملك حسين. انتقلت للعيش في مصر وتخرجت عام 91 من كلية حقوق القاهرة، وانتقلت للعيش في فرنسا لبضعة سنوات بعد تخرجها. بسبب قرابتها من العائلة المالكة الأردنية فقد أشيع أخبار عن ترتيب العائلة لتزويجها من الملك عبد الله الذي كان وليا للعهد آنذاك، لكن لم تتم الزيجة وتزوج بعدها من الملكة رانيا. دي شيرين سيف النصر، كانت رمز للجمال في التسعينيات. تخرجت عام 91 من كلية الحقوق وهي ابنة الصحفي إلهام سيف النصر، وعاشت في فرنسا بضعة سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرانسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية، وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون، واعتزلت الفن عام 96 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق. تزوجت 3 مرات، الأولى في عام 96 حيث تخلت الفنانة شيرين سيف النصر عن فنها، وقررت الاعتزال والزواج من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيمي شقيق صاحب قنوات الام بي سي والشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية، وسافرت معه للندن، ووقتها خصص لها طائرة خاصة لتنقلاتها وفقا لصحيفة الوفد. أنا مع زوجها الأخير رائف الفقي، هنشوف دلوقتي تفاصيل أكتر. ورغم أن الإبراهيمي معروفا على مستوى رجال الأعمال، لكنه كان مجهولا بالنسبة إلى العامة من الناس إلى أن تزوج من شيرين سيف النصر، إلا أنه فور إعلان هويته انتشر اسم هذا الرجل على نطاق واسع وفقا لموقع جلولي. وحدث الطلاق بعد 5 سنوات، وعادت شيرين إلى الفن بعد غياب سنوات، وتردد وقتها أن مؤخر طلاقها وصل إلى 5 ملايين جنيه، وقدر البعض المهر ب4 ملايين جنيه، كانت ثروة ساعتها. والزيجة الثانية كانت من المطرب مدحت صالح، وللأسف بعد زواج ده مع 4 أشهر فقط تم الطلاق بهدوء، ووقع الطلاق بناء على رغبة شيرين التي رفضت الإفصاح عن أسباب. وعادت أنا مع مدحت صالح،
وهنا واحدة من الصور القليلة اللي هي لشيرين ومدحت صالح. عادت لتقيم مع والدتها بشقتها بالجيزة بعد أن تركت فيلا 6 أكتوبر التي كانت تعيش فيها مع زوجها مدحت صالح. وقالت شريف سيف النصر للشرق الأوسط: مدحت إنسان جميل، وكانت بيننا أيام رائعة للغاية، ولكن كل شيء قسمة ونصيب. وعن صحة الخبر الذي نشر ببعض الصحف والمجلات وذكر أنها حامل وتنتظر حادثا سعيدا، قالت: هذا خبر غير صحيح بالمرة، ولقد فوجئت مثل الآخرين بهذا الخبر. وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على جراح التجميل الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال، كما طال تلاقيها وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة. ده الزوج الثالث والأخير رائف الفقي جراح التجميل المشهور. ده صور من الزفاف. غابت الفنانة شيرين سيف النصر عن أعين الجمهور منذ سنوات طويلة، لكنها عادت مجددا ولم تكشف تفاصيل عودتها ومشاركتها صورتها، لكنها احتفظت بملامحها الدقيقة التي يشعر بها الجمهور واعتادوا عليها. انتوا ايه رأيكم، شكلها اتغير ولا زي ما هي؟ شاركونا في التعليقات. وكشف مصدر مقرب ان السبب الرئيسي وراء عودتها هو انها تفكر في العودة للمجال الفني، ذكر موقع الويكيبيديا. النصر. فريدة سيف النصر مولودة 10 سبتمبر 1955، ممثلة مصرية درست في مدرسة النهضة وانضمت إلى فرقة التمثيل والموسيقى واكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى. دي فريدة سيف النصر معروفة طبعا. وهي لا زالت تلميذة، ثم اكتشفها جورج سيدهم في فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ثم تركت الفن بعض الوقت في تسعينيات القرن العشرين، ثم عادت إليه وعملت في العديد من المسلسلات. مشهورة بالمشهد اللي مع عادل إمام. وفي مارس 2015 احتفلت الفنانة فريدة سيف النصر واللواء أسامة الشافعي بزواج ابنهما محمد على الآنسة منى كريمة المهندس الاستشاري مدحت حسن، وسط حضور عدد كبير من النجوم. هنا وهي بتحتفل بالزفاف. وحرص الفنان محمود عبد العزيز وزوجته الإعلامية بوسي شلبي على حضور الحفل وتهنئة فريدة، كما قامت بوسي بنشر صور من الحفل على حسابها الشخصي على انستغرام. وكان من بين الحضور فيفي عبده، رجاء الجداوي، دلال عبد العزيز، اشرف زكي وزوجته الفنانه روجينا، والفنان احمد ادم. في الزفاف صور جميله. فيفي عبده طبعا لازم تحيي الحفل بحركتها. هنا فيفي عبده وفريده سيف النصر، هنا رجاء الجداوي مع العروسين، دلال عبد العزيز، رجاء الجداوي، مع الراحل الفنان القدير محمود عبد العزيز، فريدة سيف النصر، أنا مع العروسة. ومؤخرا تعرضت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر لحادث خلال تصويرها فيلم جوز هندي في يناير 2016، حيث أصيبت بشرخ في قدمها وكدمات في عينها. فريدة سيف النصر نشرت صورة لعينيها عبر صفحتها الشخصية بموقع الفيسبوك، وعلقت عليه قائلة: الحمد لله إني خلصت الفيلم، طلعت بشرخ في قدمي اليمين. ده الصورة، صورة مؤسفة طبعا. حلو، لكن ماليش نصيب مع الفخراني ولا غيره بقى، أفرش الفيلا، أقسم ظهري خبطوه من غير قصد بالألواح، مش قادر أحرك رجلي اللي مشطها مشروخ، قوم إيه الحمد لله كثيرا، اخد ظرف الدولاب جرار على راسي وبوزه يكمل على جوه عيني، يا حلاوه على راي مظهر ابو النجا، بسيطه 3 غرز وراسي ووشي وارميه، وعظمه مناخيري اللي بقت في قفايا مش عارفه لي وش من ظهر، اخ يا يما على راي حبيبي محمود عبد العزيز، مش هيشغلني راخر الا بقى لو في دور الاشكيف. وتابعت لتكشف ان اكثر ما يعرقها انها ستعيد كل ما انتقدته من اموال مقابل المشاركة في أعمالها الفنية. هو أنا هشرح إيه ولا إيه من الآخر؟ أنا بقيت شرك، كل ده مش هممني، اللي مأثر فيا وتعبني إني هرجع الهربين، ادعولي بقى قضى أخف من قضى. الحمد لله أنا تحت أمرك يا خالقي يا حبيبي يا رب، وعسى أن تقرأوا شيئا وهو خير لكم.
الأمر لك يا سيدي ومولاي. ورغم كل ذلك إلا أن فريدة ما زالت تتقبل الأمر بصدر رحب، لدرجة أن أصدقائها أصيبوا بالدهشة من رد فعلها المرح، وكتبت: وكفاية عليكم الحتة دي، ولا هخسر كل معجبيني. وشي كله وارم يا ولاد، وطقطقوا لي ظهري، بغنيها لهم وأصحابي بيقولوا لي أنت ما عندكيش دم، كل حاجة تاخديها تهريج. طيب أعمل إيه؟ ألطم مثلا؟ وده البوست اللي حطيته وكتبت فيه الكلام اللي فات ده. لو أعجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس لإصلكم كل جديد، وشكرا لكم.